فارس مجهز الكراسة ومالك؟ طيب يلا كده. حميدة حميدة مش كده. كتبنا حميدة. طيب مريضة مريضة مريضة. أكمل؟ كملي. ماشي. حميدة حميدة. حميدة ما كتبناه، ماشي يا ملك، كتبت الكلمة التانية. احنا كده كتبنا 3 كلمات صح؟ لا، اتنين مريضة، اتنين كتبت مريضة حميدة ومريضة. مرة كتبتها، كتبت حميدة. مرض اللي هي الثانية. طيب بصوا، احنا اتملينا حميدة ومريضة ومرة أنا لمح إيدها وبس. وبس. تمام، أكمل. طيب عليمة كتبنا عليمة. يوم كتبتها تمام، خسيرة خسيرة. كتبنا خسيرة. فارس كتبنا خسيرة. فريدة ومالك كتبنا خسيرة. أمينة أمينة. كده كله كتب أمينة. ايوه يا ماما. شهيدة
شهيدة. يلا يا فريدة، الحمد لله. شهيدة. يلا يا دودو، شاهدة، سيبي مسافة برضه. شاهدة. شاهدة املي. طيب اعملي الحركات. شاهي ما نمشيش على الحرف قبل ما نحط التشكيل بتاعه يا فريدة، اتفقنا؟ اتفقنا. تمام. ما فارس كده تبصيش واقف لفوق. معانا عند شهيدة، مالك واقف معانا عند شهيدة، كتبت كلمة شهيدة. ماشي يا فارس، كتبت كلمة شهيدة. تمام، اكتبوا لي كده كلمة خشية. خشية، خاشية. تمام كده، كلمة خشية كله كتبها فارس. تمام، مالك تمام، فريدة فريدة ومالك، تمام، كتبناه. ماشي فريدة تمام. فريدة الصوت خالص، يا تفتحي خالص، اتفضل. تقولك كتبت تمام خشية؟ ايوه كتبت خشية، بعد خشية. بس كده خلصنا. هتبعتولي الإملا دي على الواتساب علشان هنبدأ الحصة بتاعتنا، خلوها في آخر الحصة خالص. تمام، تمام. طيب يلا هنسمع النهاردة حركات الضم. حركة الضم يا مس هي عاملة زي واو صغيرة فوق الحرف، بضم بقي وأنا بقولها، يعني الألف لو فوقيها حركة الضمة ديت أقول أو، طب لو البه فوقيها حركة الضمة أقول إيه؟ بو. طب لو الته فوقيها حركة الضمة هقول تو، اتفقنا؟ تعالوا نشوف شكل الحرف بحركة الضمة ونسمع الأغنية بتاعته زي كل حصة. ماشي. ألف ضم أو، باء ضم بو، تاء ضم تو، ثاء ضم ثو. ألف ضم أو، باء ضم بو، تاء ضم تو، ثاء ضم ثو. يا فارس، فارس سامعني؟ أيوة. طب لو قلت ألف ضمة أنطقها إيه؟ لو كتبت ألف وفوقيها ضمة هنطقها إيه؟ يا فريدة، به ضمة هنطقها إيه؟ فريدة، فريدة الصوت عندك مقفول، أنا شايفاكي بتتكلمي بس مش سامعة. يلا قول. به ضمة يا فريدة انطقها ايه؟ بو. بو، انا بقول به. يا مالك، تاء ضمة، تاء ضمة انطقها ايه؟ تو. لا انا بقول تاء، اللي هي تاء تفاحة مش تاء. يلا نكمل. نعم نعم على فكرة من الخاصة دي أنا الحاجات دي، الفتح والكسر والضمة والسكون والكلام انا ده كله. عارفة ان انتوا شاطرين واخدين الحاجات دي كلها، بس احنا لازم نراجع عليها في الاول، اتفقنا؟
اتفق. يلا نكمل الأغنية. حركة الضم بتبقى شكلها ايه فوق الحرف؟ بتبقى واو صغيرة فوق الحرف، ولما باجي انطقها بضم بقي وانا بقول الحرف. يعني لو ألف عندها ضمة تبقى او، لو سين عندها ضمة تبقى سو. اتفقنا؟ طيب تعالوا يلا هنقرأ الكلمات بتاعتنا. يلا الفيديو ظهر قدامكم. لسه كده ظهر. ايوه طيب هنختار واحد واحد وبالدور، محدش يقول في دور التاني. اتفقنا؟ اتفق. يلا يا فريدة هتقرأي الكلمة اللي هتطلع دلوقتي. ها ها هتظهر تاني. تو تو نا حسنا حسنا، برافو عليكي. يلا يا مالك. مالك اقرأ لي الكلمة الأولانية. خطيرة لا، أول كلمة دي عود. عثيرة عسيرة، برافو عليك. حسنا حسنا، دي فريدة قرأتها. يلا يا فارس. هاي فارس. قاف وفوقيها، ساعك. يلا اقرا. قاف وفوقيها ضمة، تبقى اسمها ايه؟ ايوه، طي. قطيع، برافو عليك، شاطر. عائشة، ايه رأيك نقرأ انا وانتي واحدة؟ ماشي، الكلمة اللي جاية عائشة اللي هتقرأها. استني يا شوشو، بصي يا شوشو، كاف وفوقيها ضمة تبقى اسمها ايه؟
كو 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 وت تحتها كسرة تبقى اسمها ايه؟ تي 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 والباء فوقيها فتحة تبقى اسمها ايه؟ ب با ب تبقى اسمها ايه على بعضها يا يا عائشة؟ كو تي ب اسمها ايه؟ كو تي كو بصي بصي على الشيء. كو بي تي كو تي ب كو كو بي تي ده ب اسمها ايه؟ كو تي تي طيب تعرفي تقرأيها لوحدك بقى من غير ما اساعدك؟ طب يلا وريني شطارة عائشة. حماس الاوفر ده، قولي بسرعه يلا يلا يا شوشو. كفو فوقيها ضمه تبقى اسمها ايه؟ برافو عليك. يلا يا مالك. يا فريدة يا مس يلا اللي جنب كتيبة دي اسمها ايه؟ كتب وهزم مس وهزيمة. برافو عليك. مس يا مس نعم يا فارس. لا نعم لا يا مس أنا مالك نعم مالك يا مالك. أنا عايز وش جمل بس كلمات صغيرة عايز ايه؟ أنا عايز جمل بس كلمات صغيرة ما أنا أصلا مثلا إيه أكبر واحد فيهم عندي 6 سنين ما هو احنا مش احنا اتفقنا ان احنا هنراجع على القديم عشان نشوف لو في حاجة ناسيينها فاكرينها؟ مش عايز أقرأ جمل عايز أقرأ هناخد جمل جمل ما تقلقش، هناخد جمل حاضر بعد كده هحط لك جمل لوحدك. تمام تمام ماشي. يلا يا فارس. ايوه تمام. بصي وعيسى. تاء. برافو عليك. اسمها ايه؟ وعيسى. اسمها ايه؟ شاطر. يلا يا فريدة. الكلمة اللي نعم يا مس الكلمة الأولانية دي حبيبتي اقرأيها لي. كو لا دي كا. ك صورة كسرة. وابو عيسى برافو عليكي. يلا يا شوشو. عائشة. يلا نقرأ أنا وإنتي. يلا يلا. هيه وفوقيها ضمة تبقى اسمها ايه؟ سامع هيه مشيت وفوقيها ضمة. بصي فوقيها ضمة باللون الأحمر اهي يبقى اسمها ايه؟ هو. يلا والزين تحتها كسرة يبقى اسمها ايه؟ زي. هو زي. والميم فوقيها فتحة تبقى اسمها ايه؟ ما ما هون زي. ما هزيمة. ما اسمها ايه؟ ما هو هزيمة. بصي برافو خزيمة شطورة. بصي يلا يا مالك. يلا يا مالك. حشيرة حشرة. برافو عليك. حشيرة يلا يا فريدة. فريدة نعم يلا نقرأ. حشيرة ويوح حينا لا دينا ولا ني؟ وها هي ولا هي؟ هي طب يلا نقرأها تاني بقى. ويو هي ني برافو عليك. هو شي را ويو هي ويو هي ني عسل يا فريدة. برافو عليك. يلا يا فارس.
يلا يا فارس، ظهرت قدامك كلمة، اقرأ. شوهو كي هو كيلا شكرا. ما ايه؟ شو كي لا را. شكرا، برافو عليك. كوشي لا لا شكرا. يا شوشو، عائشة، انتوا قلتولنا ما تتعب، يا قلتولناش ما عائشة تتعب. ما يلا نقرأ أنا وإنتي. عشان تشوفي الحرف، عشان تشوفي يلا قاف وفوقيها ضمة، تبقى اسمها ايه يا عائشة؟ قو. قاف وفوقيها ضمة تبقى اسمها ايه؟ كوكو قو. اسمها ايه؟ كو طيب والتاء كوكو تحتها كسرة تبقى اسمها ايه؟ تي. كوكو ها. قو تي لا. قو تي لا. يبقى اسمها ايه يا كوكو عائشة؟ قتيلة. برافو عليكي يا عائشة. يلا يا مالك. نعم يلا في اقرأ. كمان حروف يلعب قتيلة برافو عليك يا مالك. يلا يا فارس، جهز نفسك، الكلمة اللي هتظهر انت اللي هتقرأها. ماشي يلا. يلا يا فارس، اسم الجملة رو زي. لوزيكا برافو عليك. يلا يا فريدة، الكلمة اللي جنبها. هيا يا فريدة. فريدة معانا؟ فريدة. طب يا نعم. فارس، طب اقرأي الكلمة الثانية. رو نو زي كو ماشي، الثانية بقى. وكامو لا طيب فارس، كلمة روزيكا يا فارس فيها حرف من الحروف المفخمة اللي أخدناها المرة اللي فاتت، اللي هو حرف ايه؟ طب تعرف تقولي مين هما الحروف المفخمة بقى؟ طيب قولهم لي كده. القاف ايوه، القاف قاف. والصاد برافو، والضاء وبرافو. ايه تاني؟ بس كده. لا بس كده. ايه بس؟ في خاء وفي غين. خاء ها. والزال لا، الظاء مش الزال، الظاء. والطاء نسيناهم، لحقت تنسينا. الضاد طب يا مالك، الضاد نعم فاكر انت الحروف المفخمة كلها؟ طب قولهم لنا كده. التاء والطاء التاء والظاء والغين والقاف برافو، والصاء والصاد والضاد والطاء والظاء والغين والخاء والقاف والطاء والظاء والخاء ما سمعتهاش. والخاء ماشي. طيب يلا يا عائشة نقرأ أنا وإنتي. عائشة.
عائشة. كنت شايف كده. انتي مكسوفة تردي عليا ولا ايه؟ كنت بقولك ساعة كده بس مش فاهم المحرجة دلوقتي. يا عائشة بتقول محرجة. محرجة من ايه؟ بقالها ساعة بترغي. ده انتي انت شطورة، زعلتني. ده انتي شطورة وبتقرأي معايا حلو. يلا نقرأ انا وانت. ها يلا بقى اقرا عشان هديكي ملبسه بعد الكورس. يلا يلا يا سوسو. فتح المايك. انا فاتحه المايك. يلا يلا يا نور. يلا التهو لما تكون فوقيها ضمة يا عائشة تبقى اسمها ايه؟ فوق. تبقى ايه؟ تو تو. برافو. طب واللام تحتها كسرة يا شوسو تبقى ايه؟ ها اللام تحتها كسرة يا شوشو تبقى ايه؟ لي. صح، تبقى تو لي، والياء فوقيها فتحة تبقى تو لي يا. تبقى اسمها ايه يا عائشة؟ قولي. طب الأول تقولي إيه وبعدين تولي. برافو عليك، بس انا حطيت روحي وتعالي. طيب النهارده بقى هناخد حاجة كبيرة شوية يا مالك عشان ما نزعلكش. ايه هي الحاجة اللي هناخدها؟ هناخد الفرق بين المذكر وبين المؤنث. حد عارفه؟ لا ما مالك مش خدتش. عارفه؟ مالك مش عارفه؟ اه طيب هناخده النهارده وحاجة جديدة علشان ما تزهقش. بس انا ماشي. هقفل دلوقتي عشان اللينك هيفصل، وهبعت لكم اللينك على الواتساب تاني. تمام فريد، عايزة تسألي في حاجة؟ حاضر حاضر. المؤنث والمذكر مالهم؟ انا مش سامعاكي. بقول أنا عارفة المؤنث والمذكر. خلاص يبقى هنراجع عليهم تاني. اتفقنا؟ اتفق. يلا هقفل وابعت لكم اللينك دلوقتي. يلا باي. باش.